بالدرمان يعني في اليوم الجاري بتشوفوا مننا الا الخير، وفعلا يعني احنا وقعنا وفين الوعد. لا لا ما في اثنين ثلاثه احنا ما شككنا، لا 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 اسمعني، الناس بتسال دايرين نديهم كلام من رجال لرجال. حاضر، احنا سالنا وضعكم في الجزيره قلتوا ما بتفصحوا، قلنا لكم قريب قلتوا قريب في الايام الجايه، لكن قلنا لكم قبل بعد كم يوم قلتوا الايام ما بتدونا. انا داير حاجه امسك عليها كده واقول والله الجيش قال. انا داير اقول لك حاجه، نعم يعني في الايام الجايه دي ان شاء الله باذن الله ما تكون الا وسائر النقل والانتقالات باذن الله ان شاء الله. اقول لك بيطمن يعني ما تشوف لنا مشكل باذن الله في الدنيا. الناس نبهناهم وحذرناهم ودعاهم ملبسين لنا هنا كلهم ستة أولاد محرية ملبسين لنا في الجزيرة اليد والله جايين من الوطن جايين والله يا سلموا يا جماعة وما عندنا علينا ستة تيجي تقول لي يا أخي أنا بعد ما نشرت تقول لي يا أخي أنا جاي مستقر وأنا مسجوني وأنا ده والله جاي عندي خالي وأنا الحين بشغلة أخرى زي ما قال لي ما جبت لاحق وخالد طيب لو قدرناه ما عندنا حد. طيب عندنا ملاحظة يا عندنا ملاحظة عندنا ملاحظة الفيديوهين اللي امبارح رفعناهم من الشارع والناس قاعدين بيشربوا شاي ومبسوطين وكده، المواطنين اللي قاعدين في بيوتنا آمنين أو هاجروا أو في الملاجئ مكيفاتهم شغالة وبعينوا، قالوا يا أخي الناس اللي بيشربوا في شاي في نص الشارع ورجعنا لشغل العطالة ما تمشي تنظف ولا تعمل لكم حاجة، الرأي شنو يعني؟ هل من حق الناس دي تقعد تشرب شاي حسي؟ الشباب ديل انجزوا عليهم ولا لسه في ناس عطاله ولا وضع الخرطوم ومدرمان كيف؟ احكي لنا. والله ولا مدرمان احكي يعني والله مسلح حراره والخرطوم والله غارب الجبل متغالين وكلنا نتغالى والله سوء مستعمل الشباب هو مسلحه والخرطوم الناس اللي بيقعدوا يشربوا القهاوي ديل جيش ولا ديل شنو ديل؟ الجيش ده بس الدم دم دعامة اسمع دم دعامة دم دعامة سكر ثقيلة جنزبيل برا والله شغل عجيب يا اخي. طيب طيب رسالتك الأخيرة لنا ودارين فيها نوع من يعني رفع المعنويات المربوط بأحداث، يعني ما تخلينا ساي ما تقول لنا والله بيشوفوا انتصار، ادينا كلمتين كده نتمسك فيهن. انا يا لا 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 ما انت عارفني عارفني كويس انا لازم اعصرك. انا والله ما ترجع للسوداني نعم تقاليد في الايام الجايه لا تعالى والله العظيم والله العظيم ما تشوفوا الا خير والله العظيم بالذات يعني في كل المحارب ما نقول لكم حته معينه مدني ولا دعكور ولا كده لكن ان شاء الله في اليومين ثلاثه ان شاء الله ورسالتكم لل لا لا احنا احنا دعواتنا معاكم ربنا يعني ينصركم وربنا يتقبل منكم وربنا ان شاء الله ينصرنا بكم. بكره برضه حيكون معانا يعني حنحاول نتصل عليك لكن لايف عشان الناس تشوف بالكاميرا وتاخذ لنا جوله، وقبليها حيكون عندنا معاكم شغل تصور لنا الشوارع والحتات الامنه، وحنبدا نكون الكتيبه بتاعت الاسناد اللي هي شغلتها بس اعاده الكهرباء والمويه ونظافه الشارع وترفع لنا الصور. تبدو لنا بيت بيت تنظفوه توروا اهله شكله شنو وتورونا المركز الصحي وتورونا ايوه الفرن وتورونا بس الفرن والمركز الصحي والسوق بتاع الخضار، انا ما داري منكم حاجه. ربنا يحفظك وبكره بيننا اتصال يا فرحات. الله يبارك فيك الله يسلمك. السلام عليكم مساء الخير، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. الناس اللي في اللايف كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. وين 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 حبيبنا علي كايرو؟ علي كايرو يا اخي ما تعمل لنا حاجه لام درمان يا اخي، وتعمل لنا حاجه لسلاح الاشاره. سلاح الاشاره ده شايف الناس مهملينه يعني، الناس الخايضين جوله وكانوا حصار 11 شهر يا علي تمام،
وبعدين حس يوميا بيحصل لهم استهداف وتدوين من بعيد، والدعامة بيجوهم وبيموتوا في الأسوار دي. كل يوم كانت لليون 30 40 دعامي وأربعة خمسة الليلة دبابة أمس دبابتين. وناس الكدر ودل شغالين الشغل اللي بيشتغلوا جيش الكدر وما اشتغلوا الجيش السوداني قبل كده. ما تخلي الناس دي بعيدين من بالك يا علي كايرو وسجاد حبيبنا، كيف أخباركم؟ أدونا حاجة كده للشباب ديل يعني تكون حقتهم خاصة براهم. وبرضو دارين حاجة للأشاوس اللي في بابانوسة، كنا مع ترتيبات بنعمل لهم في أكبر درع بتاع تكريم اتكرمت به وحدة عسكرية في السودان، ما حصل قبل كده، أكبر درع. الحاجة الثانية حيكون عندهم إن شاء الله فطور، وحيكون عندهم يعني إمداد، إحنا بنحاول نوصل الجيش يوصل لهم، إحنا بنسلم الجيش خرفان ونمداد ونأكل إن شاء الله حاجة تقعدهم ثلاثة شهور. ترتيبات كبيرة ماشية في المسألة دي، فحنعلن على التكريم ونفتح الباب للناس تشارك في مزرعة بابانوس إن شاء الله. ده الرموز، إحنا رموز السودان يعني. الليلة تكلمنا مع فرحات، والترتيبات لأم درمان كالآتي، بكرة حتنزل فيديوهات من أم درمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرية والتغيير الآن خطها الشغالة في شنو؟ إنه أنتكم ما ترجعوا البيوت. طيب ما ترجعوا البيوت، بنشوف الحاجة دي في خطابات، يعني خطابات بتكذب الواقع الحاصل. أوكي؟ ما شاء الله جيش الكدر عجيب. خطابات بتكذب الواقع الحاصل. كويس؟ يعني دار أقول لكم اللي هي الخطة بتاعت إنه الخطة بتاعت إنه البلد ما أمنة وما ترجعوا خلاص يا إخواننا. كل يوم فرحات ده لما نعمل فيديو من الشارع، الناس بيتعشوا، الناس بيشربوا القهوة، الناس الليلة طلعوا من المسجد، الناس فطروا في الشارع، فاطر معاهم برهان، فاطر معاهم والي الخرطوم، فاطر معاهم ياسر عطا، الناس خلاص بعد ما بتقدر ترجع بيمنعك شنو ترجع البيت؟ ما هي الموانع. الموانع كان الزمان انه في تدوين عشوائي، هسه ما في تدوين عشوائي. يعني الموضوع ده ما بيحصل تدوين عشوائي بال 82 بال 106 بالدانات 82 دي بل ما بيحصل. ليه ما بيحصل؟ لانه مدى الدانه 5 كيلو في المحيط الاسي الجيش بيقول لك انا نظفته، ما في دعامي قاعد في محيط 5 كيلو. ثاني ما عنده الا الكاتيوشا الاسرائيليه دي عشان يجيبها ويخدها ويبدا بيها عمل داير. الدعم السريع بقى ما عنده ذخيره يفكها في المواطنين. زمان كانوا شبعانين، زمان بيسكروا وبيدونوا، ما بيهموا تبع وين. هسه كل التدوين منحصر بس في المناطق العسكريه. يعني الليله ما في تدوين اترفع من 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 من, من وادي سيدنا. كل التدوين اللي في وادي سيدنا والصواريخ اللي انتم سامعينها دي من وادي سيدنا طالعه على العدو. العدو ما عنده حجره ما عندنا. انا قبل رمضان، اول يوم في رمضان يوم الوقفه وقفه رمضان، كنت بتكلم مع ناس وادي سيدنا اللي عملنا معاهم لقاء هنا، قالوا لي كنا السوق بتاع عبد الرحمن نظيف، السوق الشعبي نظيف. قال لك اليوم كله وقعت فينا دانتين، واحده وقعت في واحده من المعسكرات بتاعت وادي سيدنا، واحده انفجرت وما اصاب الزول، والثانيه ما انفجرت. فالدعم السريع ما عنده حاجه استخدمها عشان يخلي الناس ما ترجع. زمان الحريه والتغيير كانت بتطلع تضرب مشروع راجعين، وعاهن الدعامه بيشتغلوا تدوين عشوائي. الليله في درمان ما في دعامه بيقدر يشتغل تدوين عشوائي، ما عنده ذخيره. الليله في الصالح الدعم السريع بيبيع الذخيره للدعم السريع، قبائل في الدعم السريع بتبيع ذخيره لقبائل تاني. قال بس مسؤولين من الذخيره بكونوا، ما بوزعوها بيبيعوها بيع. ما عندهم ذخيره، ما عندهم الترف بتاع الذخيره والترف بتاع التشوين ده ما في. الخط الماشي فيه الحريه والتغيير الان انه تضرب موضوع العوده. انا قلت له يا زول ها الوضع شنو والامور شنو كده، ارسل لنا سكرينات لحبايبنا ما قريتها لكن الفكره العامه حتكون واضحه. قال لك معركه السلاح الاشاره لا تزال الاشتباكات مستمره، الميليشيا في هجوم على الاشاره تركز على المحور الشمالي عن طريق مباني جهاز والشوارع الفرعيه واوا. تفاصيل زي دي بتعني منه؟ يعني زول يجي يقول لك والله يا اخي المحور الميليشيا في هجومها مركز على الطريق. الحاجه دي احنا قاعدين نعمل بها شنو؟ في زول بس قاعدين نقول اخبار بيتكلم عن محاور هجوم الدعم السريع، بنقول الدعم السريع هاجم على سلاح الاشاره وخلاص. هو ده بيتكلم بتفاصيل، التفاصيل دي مهمه.
ولكن هنالك خسائر بشرية في صفوف قوات الجيش ضباط وجنود. ما الموضوع ده معروف يعني، ما احنا عارفين ان احنا عندنا خسائر بنقدمها في سلاح الإشارة، خسائر بنقدمها في وادي سيدنا في القيادة العامة. يعني منو اللي خلع الجيش انه الجيش بيستشهد؟ هسه انا بقول لكم الجيش قاعد يقدم خسائر وقاعد يقدم شهداء، ما اسمها خسائر، خسائر دي بقول العدو. احنا في الجيش ما عندنا خسائر، اسمها شهداء وجرحى مصابين، وكله لاجل الوطن. فما عندنا خسائر، احنا ما عندنا خساره، الجيش ما عنده خساره. قتلوا له جندي اسمه شهيد، قتلوا له جندي اسمه شهيد، اصابوا له جندي عداده ماشي مع الله، دمه اللي بنقض ده كله عداد ماشي، كله عداد ماشي، يصيب وين الزول؟ فما عندنا حاجه اسمها خسائر الجيش، ايش ما فيه خساره، خساره كيف يعني؟ ايش البقود المتحركات والعمل الخاص ما كلهم مصابين عمليات، بدوا العمليات في بدايه المعارك اللي ضربوه طلقه ضربوه كده قاعدوا، كانوا بدوا العمل الخاص اللي هو يشتغلوا حريه فري كده بدون صندوق الجيش وبدون تعليمات، مع ناس مصابين واحد بيكون يده مضروبه بتاع، بعد شويه هم بقوا اساس العمل. ما عندنا خسائر احنا، الجيش ما فيه خساره، ده الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، ما تقول خسائر الجيش، الجيش ما فيه خساره، احنا رجال يعني، احنا رجال ومن الشجاعه بمكان. عندكم شهداء في الجيش ربنا يتقبله، ايوه ان الشهداء في الجيش، ما تقول لينا خسائر، لكن لا ما حاجه دسنا احنا، ما عندنا حاجه بندسها، الجيش فيه شهداء، الجيش فيه مصابين، ايوه ما خسائر، خسائر كيف يعني؟ تمام. فيديوهات المسيرات التي تخص القيادة العامة فهي قديمة وكانت الهجمات قبل عدة أشهر. فيديوهات المسيرات التي تخص درمان فهي قديمة أيضا وتعود لما يقارب عام. الفيديوهات على تم تحنيسها وإعادة المونتاج لها بعدما يتوافق مع أغراض وأهداف الدعم السريع. أما ما يخص الفيديوهات المسيرات المتعلقة بباب نوسة فهي جديدة وتم تنفيذ الهجومات في الأيام السابقة. اليوم في هجوم على سلاح الإشارة تم استخدام مسيرات انتحارية وهاجمت الدفاعات المتقدمة لقوات الجيش. هذا كل ما في الأمر، ربنا يقطع المواطنين الأبرياء وربنا يحفظهم. برضو الدعامة طبعا بيشيروا لك شديدة. خليفة دنقر، خليفة دنقر بيدينا في تقرير عسكري خطير جدا، قال كل المسيرات الفيديوهات حقت المسيرات حقيقة، قال فيديوهات المسيرات حقيقة. تمام، ليه حقيقة؟ قال دي بدت يعني عملوها قبل كده وهسه شالوها بما يخدم أغراض. طيب الزول دانا تقرير مثلا عن هجوم الفاو، قال المشهد الفاو دي قوة استطلاعية من الدعم السريع. انت ليه مصرين تطلع الدعم السريع ده حاجة كبيرة؟ ليه الناس هسي بتكون بتشجع انه احنا الفاو دي انتصرنا فرحانين لنا يومين؟ القمر ده ما خلى ليه فيديو ولا ابن القمر ده؟ ندى القلعة دي في موضوع الفاو ده طلعت لايفين، ما خلت بشارة ما بشرت بها. حبيبنا دي ظهر بعد يومين قال يا اخي القوة ضربتها في الفاو دي ما دم الدعم السريع، دي قوة استطلاعية. وانت مزعل لك شنو يعني؟ افرض انها قوة استطلاعية جات ضربناها، انت زعلان لانه امبارح صرفه قال الدعم السريع ما عنده قوة يقدر يخش بها الفاو. الدعم السريع في الجزيرة لو عنده قوة كان حشده ودخل بها الفاو، كيف يخش الفاو ب 30 تاتشر؟ انت ذاتك ما قريت عسكري، والزول الملاك ده عامي، الزول الملاك ده عامي، انت ما ممكن تعمل لك استطلاع بكتيبة 30 تاتشر وانت ماشي لمقر العدو حقك. احنا الجيش ده مش عدو، الدعم السريع في الفاو دي احنا عندنا كتائب عمل خاص، تسليحة جديد فيها كتائب بتاعت العمل الالكتروني، تخرجت في القضارف دي ذاتها قاعدة في الفاو، في مستنفرين وفي غرة مستنفريننا قاعدين في الميجر، قاعدين في المعابر بتاعت الكباري بتاعت الترع، فيها شرطة وفيها عمل خاص وفيها احتياطي مركزي، فيها الجيش ذاته فيها. الجيش القاعد في الفاو ده الجيش المتقدم ماشي داخل مدني، القوة كلها متحرك كامل، كتائب ما بتقل من 5-6 كتائب بدبابات وطيارات ومسيرات. انت تيجي تستطلع ب 30 تاتشر مستطلع بالشنو انت؟ يعني انت فكرتك شنو في الاستطلاع؟ انت ذاتك لما تقول دي قوة استطلاع، لما زنقناك في حق الشندي مشت تستطلع دخلت ليها كم؟ 4 شهور، مشت المصورات قبل 4 شهور. قلنا لهم يا اخو الدعم السريع دخل بقوة دايرة تحتل شندي ودخل المصورات ب 30 ب 60 تاتشر.
والجيش يتعامل معاهم وما أبادهم من الوجود. قالوا شنو؟ طلع خليفة دنقر قال القوة دي استطلاع ما تفرحوا. يا أخي كتلناهم كلهم. لا لا قال دي استطلاع. 4 شهور الدعم السريع بعد ما استطلع ماله ما دخل شندي. انت موضوع انك دعام الموضوع ده انت ما تتحق. انا دايرك انت بتتعب. انت بتتعب. انت حدد الجنس حقك بس. هاي هلمو هلمو الى الكلاب هاوس صرفة سبلي وسبلي امي. هاي خلي اللي بتعمل فوق البطالة دي اركز كده. افهم الكلام قبل ما تجري. قبل ما تجري. راسي تكون فاتح الكلاب هاوس قبل ما اسمع بالراحة. انت حسي كلامك ده داير الناس يرجعوا الفا ولا ما دايرون يرجعوا. البقول فيه وانا حسي عدشنا. خليفة دنقر الليلة بيصر انه في مسيرات انتحارية دخلت سلاح الاشارة. بيحاول يطمننا ولا بيحاول يخوفنا. ما سمحت الكلام ده عن واحد داعم للقوات المسلحة. افرض انه الدعم السريع مستخدم مسيرات. انت الموضوع ده مصلحتك فيه شنو توري للناس. يعني حس احنا عرفنا انه الليلة الدعم السريع استخدم مسيرات انتحارية في سلاح الاشارة. المطلوب شنو؟ يعني المطلوب شنو انت هسه بتوجه لناس سلاح الاشاره رساله ولا بتطمنوا وعرفتها كيف مسيرات انتحاريه؟ يعني الدعم السريع بيقدر يدخل اسلحه زي دي دار تورينا؟ احنا بنقول الناس ترجع البيوت. في زول بيقول لنا بالسودان ما امن ما ترجعوا. الزول ده كان زمان بيقول لنا ما ترجعوا والبلد فيها تدوين والدعم السريع مسيطر وتدوين عشوائي. ده كان لما الدعم السريع عنده سلاح. هسه ما عنده فبيقوا شغالين لنا. والله قال لنا في الفوضى جيش استطلاع. شنو يعني جيش استطلاع؟ متبلى. وبعد ما استطلع ها عمل شنو حسي؟ يعني حسي الدعم السريع حيقدر يخش الفا ولا ما حيقدر؟ قال قوات الدعم السريع كبيرة وتحشد حشد ضخم جدا. طيب قوات الدعم السريع دي بعد ما عرفت قوات الاستطلاعية دي 30 تاتشر خشت الفا وتبلت. هل القوة الكبيرة حسي قررت انها تخش الفا ولا ما قررت؟ يعني ما حتخش ولا حتخش؟ الناس اللي كانوا ماشيين شندي احنا قلنا لك ده قوة الدعم السريع. انت قلت لا ده استطلاع. قلنا لك بليناهم. قلت لنا ما بليتهم. قلنا لك 4 شهور حسي ما قادرين نخش شندي. دي كل قوتهم. قال لا دي ما قوتهم ده استطلاع. خلاص بليناهم. القوة الكبيرة سمعت انه اخوانهم ديل تبلوا في المصورات 60 تاتشر. هل حيخشوا شندي ولا ما حيخشوا؟ ما هو قرار الدعم السريع؟ انت كزول دعامي بيجيك المعلومة وتورينا الفائدة من الورجة اللي بتكتبها دي عشان نبقى عمليين. خلي البيكا والجرس اللي بيسووا فيها دي يا قحات. تمام؟ قال له الجرسه دي هسه جات القوه دي استطلعت في الفاو ودخلت ب 30 تاشر. احنا قلنا لك ده قوه الدعم السريع وده اقصى حشد ممكن يعملوه. ولو كانوا قادرين يحشدوا كانوا جوا رجعوا الاذاعه. ولو كانوا قادرين يحشدوا كانوا قدروا يفتحوا لهم ممرات امنه لناسنا المحاصرين في